السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، هنبدأ موضوع فيديو امبارح اللي بدأناه امبارح، اللي هو عملنا الاختبار الليسيد اللي احنا سقناه للزغلولين دول. احنا سقناه حطينا سنتي على لتر المية وسقينا الزغلولين دول في الفم مباشرة علشان نشوف الاختبار هل هو صالح ان احنا نحمي به الحمام زي كده، ونحطينا منه عقل الحمام علشان الحمام يستحمى فيه. وطبعا كده كده مش هتقدر تمنع الحمام من الشرب، فالحمام بيشرب منه اهو. انا جبت الازازة دي كلها هنشوف، وحطيت اللايسيد بالكامل، الازازة كلها اهي، الازازة انا سبتها حتى في المية، حطيت الازازة بالكامل، هي الازازة 30 سنتي على 30 لتر مية، حمي الحمام مرتين في الاسبوع. هو عامل كده يا جماعة زي الزيت، هتلاقيها عايم على وش المية اهو. يبقى الاختبار نجح، بقى معانا كده نقول اللايسيد هو رسميا هو البديل، بقى معانا لايسيد هو البديل لإفريزين او اكتوميسرين اللي هما معدوش موجودين. دايما بنبحث مع بعض عن البديل، يبقى معانا إفريزين واكتوميسرين. طبعا الزغليل بتوعنا الحمد لله بياكلوا اهو اللي هم اعطناهم امبارح. في ناس طبعا يقول لك ده هتموت الزغاليل، هيموت الحمام لو شربوا منه. لا يا جماعه، الحمام انا سقيت دول مباشره واسقيهم تاني دلوقتي قدامك، وطبعا الحمام الكبير قدامكم بيشرب اهو، محطوط له الميه، انا شايل منه ميه الشرب خالص، انا حطيت له اكل وشرب وشايل منه ميه الشرب، فهو هيشرب من دي ويستحمى في دي طبيعي. كده كده هو بيشرب من المية اللي بيستحمى فيها، مش هتقدر تمنعه طالما هينزل يستحمى، فهو هيشرب اهو. زي ما انت شايف الحمام بيشرب من اللي هو لايسيد اللي هو البديل لإفريزين واكتوميسرين. شوف الحمامة بتشرب، بسم الله ما شاء الله بتشرب شرب. يبقى كده احنا اعطينا الحمام من هو يشرب منه، هو اصلا احنا بنستخدمه لاستحمام الحمام، بنستخدمه في ايه؟ للقضاء على حشرات الحمام. الحشرات ممكن اللي انت مش شايفها كمان، يبقى بنستخدمه في حشرات اللي هي ذبابة الحمام، ثوثة الريش اللي بتبقى في ريش الحمام، الفاش لو في الحمام فاش برضو بنستخدمه فيه. ولو عاوز هتجيب الزغاليل، هتحمي الزغاليل، لو عندك زغاليل صغيرة حاسس ان هي فيها حشرات زي دي، تجيب الزغاليل دي تحميها بايدك، او تجيب بخاخة اهو، انا بحميها اهو، حمي الزغاليل بالشكل ده، او تجيب بخاخة وترش عليهم. خلاص اهو الزغلول استحمى وطلع. نجيب اخوه الزغلول التاني، ده الزغلول بتاع امبارح طبعا بهدلناه بما فيه الكفاية. نجيب الزغلول الثاني بتاع امبارح اهو، اخوه اللي احنا سقناه الدواء امبارح. طبعا هسيب لك الفيديو في صندوق الوصف، رابط الفيديو بتاع امبارح اللي سقينا فيه الزغاليل دي من الدواء مباشرة، هسيبه لك في صندوق الوصف اللي هو تحت الفيديو. بنحمي وبنغطس كمان اهو يا جماعة. كده اتأكدنا ان لايسيد امن، اتأكدنا ان لايسيد امن تماما على الحمام، يشرب ويستحمى مفيش منه اي مشكلة للوقاية. وبعدين يا جماعة تحمل الحمام صيف وشتاء، احنا يعني طبعا اقتربت نهاية الصيف ويجي الخريف ويجي الشتاء، حمي برضو الحمام في الشتاء، لكن بدل مش هتحميه مثلا كل اسبوع مرتين زي ما بنعمل دلوقتي، لكن ممكن
مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين، لكن لازم تحمي الحمام علشان الريش الغبار اللي بيطلع في الريش اللي بيخلي الحمام يتهرش والحشرات، وقاية كمان من الحشرات حتى لو ما فيش حشرات. يبقى كده اتأكدنا ان لا يصيد البديل الآمن زي ما كنا بنعمل بالظبط مع إفريزين وأكتومسرين. معانا دلوقتي لا يصيد بديل آمن، يبقى احنا هنا بنعلنها خلاص اتأكدنا وعملنا نجح الاختبار، نجح اختبار أمان لا يصيد على الحمام لو شربه، لا يصيد آمن على الحمام في مية الاستحمام، فبالتالي لو شرب منه اللي هو الحمام اللي يستحمى لوحده مش اللي انت هتحميه، اللي هو ينزل ويستحمى ويبلبط في المية لوحده، انت تحط له المية زي كده وهو هينزل يستحمى فيها. تمام كده نكون خلصنا موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.